هاي. قطار الملاهي أو رولر كوستر نموذج مصغر لسكة حديدية مرتفعة عن الأرض بيركبوا الناس للتسلية وهي موجودة بمدينة الملاهي والحدائق الحديثة. أسرع رولر كوستر هو فورمولا روسا رايد موجود بأبو ظبي وبيمشي بسرعة 240 كيلومتر بالساعة. أعلى قطار موجود بسكس فلاجز جريت ادفنتشر بارك بنيو جيرسي وبيوصل لارتفاع 141 متر. أطول رولر كوستر هو The Steel Dragon 2000 الموجود باليابان ويلي بيمتد على 2478 متر. آدم قطار هوائي تم بنائه سنة 1904 ببنسلفانيا، وقطار الملاهي بنورفولك المملكة المتحدة تم بنائه بال 1932 ما زال صالح للاستعمال لليوم. مين قال إنه ريتشارد رودريغيز هو صاحب الرقم القياسي العالمي لأطول وقت على رولر كوستر وصل ل 112 يوم؟ أنا قال. نشوفكم بكره.